أستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني، أنا منتظر أسمع كواليس كتيرة أستاذ محمود. عارف أستاذ شريف وكل السادة المشاهدين، عارف حضرتك في الملاعب في حاجة اسمها الانتقالات الشتوية والانتقالات الصيفية. أيوه. أعتقد إنه نفس المشهد ده دلوقتي بيحصل في مجلس النواب. حاجة اسمها انتقالات مع بداية كل دور النقاط، بيحصل إيه؟ انتقالات من اللجان المختلفة، راجل مثلا نائب كان عضو في لجنة الصحة. فيروح لجنة حقوق الإنسان عشان يدي صوته لأحد الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان، فيكون ليه نصيب أكبر إنه يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان أو وكالة اللجنة. أو نائب تاني مثلا كان في لجنة اقتراحات وشكاوى، فيروح اللجنة التشريعية. اللي بيحصل دلوقتي على مدار اليومين اللي فاتوا إنه ما يعرف به الانتقالات، وده مشهد جديد أعتقد إحنا أول مرة بنشهده في مجلس النواب. إنه قد إيه في تكالب وفي منافسة وفي ضرب من تحت الحزام بين النواب وبين الأحزاب السياسية المختلفة للفوز بالمناصب الأساسية في اللجان اللي هي رئاسة اللجان ووكالة اللجان. الدليل على كده إنه لجنة حقوق الإنسان عدد أعضائها في الجولة الأولى في دور العقاد الأول لو قارناه دلوقتي عدد الأعضاء دلوقتي أعلى. ليه؟ بل إنه العدد الأعلى من بين كل اللجان. ليه؟ لأنه اللجنة عليها منافسة كبيرة، اللجنة كان فيها محمد عمور السادات وخرج بمشكلة مع الدكتور علي عبد العال، دلوقتي كان بيتنافس عليها أكمل قرطان مدعم من الخلف من محمد عمور السادات، وعلى الجانب الثاني علاء عابد رئيس هيئة البرلمانية حزب مصريين الأحرار ومدعم من قبل دعم مصر، يعني دعم مصر خرج امبارح قالوا إحنا هندعم علاء عابد. النائب ده بيجيب أعضائه والنائب ده بيجيب أعضاء أو النائب ده بيجيب أصدقاء. وصلوا لكام بقى دلوقتي؟ اعتقد حاجه و60 او حاجه و40، وممكن اجيب لحضرتك الرقم النهائي ده. دللته فكره الانتقالات اللي بقول لحضرتك عليها. تاني لجنه برضو عليها قلق وعليها مشاكل هي لجنه القوى العامه، دي اللجنه الثانيه بين العدد واللجنه برضو اللي عليها منافسه وشغاله خويش. على الجانب الثاني الخبر الاساسي اللي مسيطر في كواليس الانتخابات التسريبات اللي خرجت بالامس من دعم مصر. ايه بقى اللي بتكشف بشكل اساسي؟ انه خلاص دعم مصر يعتبر استقر على الاسماء النهائيه، يعني مثلا استقر على انه سيدعم المستشار بهاء بشقر رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد لرئاسه لجنه التشريعيه، سيدعم الاستاذ اسامه هيكل لرئاسه لجنه الاعلام، وسيدعم سحر طلعت لرئاسه لجنه السياحه، وسيدعم علاء عابد لرئاسه لجنه حقوق الانسان، وترك عدد وسيدعم نضال السعيد لرئاسه لجنه الاتصالات، وسيدعم عالم صالحي رئاسة اللجنة الاقتصادية، وسيدعم حسام عيسى رئاسة لجنة خطة موازنة، لكنه ترك عدد من اللجان مفتوحة ما اتكلمش عنها، قال اللي يترشح فيها يترشح. زي لجنة الصحة، لجنة الصحة ما اتكلمش عنها، لجنة التعليم دعم دكتور جمال شيحة، لجنة الصحة ما اتكلمش عنها، لجنة الاقتراحات والشكاوى ما اتكلمش عنها. ليه اللجان نقدر نقول اللجان مرتبة 2 أو مرتبة 3 إذا ما بدأنا مثلا نصنف اللجان النوعية المختلفة. المشهد الحاكم إيه برضه عشان أكون منطقي مع حضرتك لكل السادة المشاهدين، اللي بيحصل في اللجان مش انتخابات بقدر ما هو تربطات. ولازم نشد خط او خطين او ثلاثة تحت الكلمة دي. هو مش انتخابات بقدر ما هو تربطات. فده يعكس انه الحالة السائدة على المجلس دلوقتي في بداية دور الانعقاد هو التربطات السياسية والحزبية وكمان تربطات الاعضاء المختلفة. 2 انه في ائتلاف 25-30 بدا ملاحظة لينا انه بيبعد عن المشهد تماما فيما يتعلق بانتخابات اللجان النوعيه. ما عدا الدكتور جمال شيحه. ما عدا جمال شيحه، وبعدين جمال شيحه ليه حاله خاصه يعني. اعتبره انه مدعم واعتبره انه شخص توافقي، والاعتبار كمان انه راجل فني قبل ما يكون سياسي، تحديدا جمال شيحه، فني في الملف اللي هو فيه. كل خالد يوسف، احمد طنطاوي، احمد شراوي، هيثم ابو العز الحريري، ضياء الدين داوود، خالد عبد العزيز الشعبان، كل النجوم ائتلاف 25، عماد جاد، نادي هنري، كل نجوم ائتلاف 25 بعيدين تماما عن المشاركه وعن خوض الانتخابات في المنطقه دي. طب والاداره المحليه اخبارها ايه؟ الاداره المحليه هم دعموا محمد صلاح ابو هميله، دعموا مصر. ده معناه وخلي بالك تدعيم محمد صلاح ابو هميله بيزود المنافسه في لجنه الاداره المحليه، لان احنا عندنا خصم قوي ورئيس لجنه قوي كان في دور الانعقاد الاول المهندس احمد السجيني، والصراحه كان ليه دور كبير في دور الانعقاد الاول في التاسيس لقانون الاداره المحليه والجلسات الحوار المجتمعي اللي كان بيشتغل عليها، فده بيزود المنافسه حوالين اللجنه دي. طيب والاسكان؟ الاسكان تركوها، لم يحسم دعم مصر زيها زي لجنه الصحه، تركوها، قالوا ان المنافسه بيها ما بين شخصين، ما بين علاء والي وما بين معتز محمود. لاي عضو من الاعضاء حق الاختيار ما بين المرشحين المتنافسين، فلجنه الاسكان هيكون عليها شغل.
لذلك واحنا بنراقب اللجان المختلفه هنروح للجان اللي عليها شغل، اللي عليها منافسه، اللي عليها يعني نقدر نقول يعني شغل من تحت الترابيزه بقى ما بين النائبين المترشحين لرئاسه اللجان. لكن اللافت اللي بقوله لك، احنا في موسم ما يعرف بموسم الانتقالات الشتويه بقى لو داخلين على الشتاء في مجلس النواب، زائد ان احنا في موسم الترابيزات السياسيه والحزبيه، مش انتخابات داخل اللجان النوعيه. ده الاهم وده المشهد المسيطر على البرلمان. هل في يعني انت في شرحك دلوقتي بتقولي ان هي تربيطات، ومسألة التربيطات ديت بتدي احساس ليا وللي بيسمعك ان الموضوع ودي، هل في ضغوط؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انت من بداية تأسيس برنامجك قبل سنة فاتت وطول حلقاتك بتشتغل انك بتقدم الرأي الصحيح والمعلومة الصحيحة، تمام، وللقارئ وللمشاهد بيحكم، وانا نفس القصة في مداخلاتي دايما مع حضرتك بقدم المعلومة اللي انا شايفها، تمام، بحاول اوديها يمين او شمال او احاول الونها، لذلك كان دوري تماما. يعني انت شايفها تربيطات؟ انا شايفها مش شايف ضغوط واملاءات، الكلمة دي مش شايفها. لا مش ضغوط واملاءات، انا شايفها تربيطات سياسية من الطراز الرفيع. زائد كمان انه انا عندي ملاحظات، يعني انا بشوف هنا ان لو عايز تعمل انت اعادة تقديم لمجلس النواب في دور انعقاد تاني، انت كان لازم تلعب شوية سياسة، تعادل اكتر من اللجان المختلفة، كان لازم تتفاوض مع على الاقل، احنا دلوقتي كتله المعارضه الرئيسيه موجوده في البرلمان نتفق او نختلف هي 25 30. اعمل تجاذب بينك وبينهم، ادي لهم مقعد او اثنين، وكيل لجنه في اي لجنه، لجنه علاقات خارجيه، لجنه مش عارف صحه، لجنه تعليم، لجنه اسكان، اي لجنه من اللجان ادي له امين سر، ادي له وكيل، ادي له رئيس اي لجنه، اعمل تجاذب علشان لما نطلع اخر اليوم نقرا انا وانت التشكيل النهائي للجان النوعيه المختلفه الخاصه بمجلس النواب، نقول ان في حاله تنوع سياسي، لكن هنا شايف كتله معارضه بعيد. ده معنى ايه؟ هل انت قاصد تستبعد، ولا هم اللي قصدوا ياخدوا خطوه بعيد؟ ولا هم قصدوا ياخدوا خطوه بعيد؟ هل هم قاصدين من ده انهم يحرجوك سياسيا ان انت ادارت الانتخابات او المشهد الانتخابي في اللجان النوعيه في دور الانعقاد الثاني مستبعد تماما كتله المعارضه الاساسيه اللي دايما بتقول لا، اللي صوتها بقى اعلى بكلمه لا في المجلس، اللي بتعترض على كل القوانين او اغلب المشروعات، اللي بتقدم نفسها على ان هي المعارضه البديله. الاصل من ده كله او المناقشات المختلفه اللي بتدور بينه وبين حضرتك والساده المشاهدين بيستمعوا ليها، انه لعبه الانتخابات في دور الانتخابات الثاني بعدت شويه عن ان تكون لعبه انتخابات وتصويت وصندوق، وانتقلت اكبر مساحه التربيطات فيها اكبر، مساحه الاتفاقات فيها اكبر. عايز اقول لحضرتك انه مش هكتب عليك، عدد كبير من النواب المرشحين لرئاسه اللجان ووكاله اللجان عزموا نواب اخرين ويتكلموا مع نواب اخرين وبيزوروا نواب اخرين في البيوت وبيتصلوا بنواب اخرين. لا، التربيطات مستمره. انا عايز اقول لك ان التربيطات مستمره مش بس من دلوقتي، من امبارح ولا النهارده ولا اول ولا ثلاث ايام فاتوا. التربيطات مستمره من مؤتمر شرم الشيخ، انا كنت بشوف الكواليس دي هناك. انتخابات اللجان النوعيه كانت المشهد الحاضر بقوه في كل الجلسات الجانبيه وكل المناقشات النجابيه في مؤتمر شرم الشيخ. عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه كمان، مؤتمر شرم الشيخ نفسه كان ليه دور كبير في لجنه الشؤون الافريقيه. نجاح مصطفى الجندي في اداره او في التعاون او في تنسيق اداء البرلمان الافريقي في شرم الشيخ ترتب عليه ان حاتم بشات اللي كان لازال حتى ساعات قليله ماضيه بيقول انه هيدخل انتخابات، خد خطوه لورا وتراجع وقال انا مش هدخل انتخابات، وبالتالي اصبح المنافس الاول والوحيد او المرشح الاول والوحيد لرئاسه اللجنه هو مصطفى الجندي. ده معناه ودلالته ايه؟ انه الفرز بيتم كل شويه والاسماء بتتجدد كل شويه. لكن يبقى العنوان الاساسي اللي بكرره مره ثانيه يا حضرتك، موسم انتقالات نواب شتويه، اثنين التربيطات والاتفاقات تغلب على لعبه السياسه في انتخابات اللجان النوعيه في دور الانعقاد الثاني. والمهم النتائج الايجابيه في الاخر، هو ده اللي احنا كلنا منتظرينه. انا عايز اقول لك فعلا نتائج ايجابيه. ليه بقى؟ لانه اللجان مش هي اللي بتشتغل، بدليل ان اكثر لجنه حضرتك انت كاعلامي اشدت بيها كانت لجنه تقصي الحقائق. هذه اللجنه لا كان فيها مكتب لجنه ولا كان فيها وكيل لجنه ولا رئيس لجنه وسكرتير لجنه، كانت مكتب لجنه برئاسه النائب المحترم مجدي ملك. اللجنه دي اشتغلت بعد اربع شهور من انعقاد البرلمان لمده شهر ونص او شهرين، وانجزت افضل انجاز من كل اللجان النوعيه، وهي اللجنه اللي حسنت صوره المجلس عند الراي العام. فدلاله الامر ايه؟ انه اداء النواب الفردي او اداء اللجان النوعيه زي اللجان الخاصه زي لجان لجنه تقصي حقائق او لجان لكشف امور معينه او كشف لبس معين في قضيه معينه بتدور او بيتحدث بشانها الراي العام، قد تكون اهم من اللجان النوعيه اللي احنا شايفينها. لانه بينه وبين حضرتك عشان نيجي نقيم تقييم موضوع اللجان في دور الانعقاد الاول، في لجان احنا ما حسناش بيها، يعني لجنه الاتصالات
انا حتى الان ما اعرفش اللجنه دي عملت ايه، كان لها دور في ان هي تعمل قانون جديد للاتصالات وحريه المعلومات ولا لا، كان لها دور في ان هي المشكله بتاعت الجيل الرابع والشركات، المشكله ما بين الشركات وما بين وزاره الاتصالات كان لها دور ولا لا، كان لها دور في ان هي تاسس لمفهوم جديد في الجامعات المصريه فيما يتعلق بدعم الجامعات باحدث التكنولوجيا و و ولا لا، عملت جلسات حوار مجتمعي ولا لا. طيب بلاش اللجنه دي، لجنه الزراعه مثلا الاخيره دي كان ليها دور ولا لا في فطر الارجوت والمشكله بتاعت وزاره الزراعه، وزير الزراعه لما اخذ القرار وتراجع فيه. طب لجنه الاسكان اشتغلت وراحت عملت جوله واثنين وثلاثه، طب النتائج اللي توصلت لها ايه؟ طب التوصيات اللي اعطتها ايه؟ طب القرارات التنفيذيه اللي شفناها على الارض ايه؟ طب الترجمه الفوريه لكل شغل اللجنه بدور الانعقاد الاول ايه؟ فانت تيجي تشوف تكتشف ان في لجان كان ضجيج، يعني ضجيج بلا عمل. فهنا بقى التقييم الحقيقي، هل انت بتاثر مخرجاتك في نهايه كل دور الانعقاد، قوانينك اللي اشتغلت عليها، جلساتك النوعيه المختلفه، الشخصيات العامه اللي انت جبتها تستمع الى رايها، كل الحاجات دي هتكون في معيار التقييم. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني.